الدرس اليوم هو شرح للتايم اكسبريشنز، كيف نحكي عن الوقت بالانجليزي. وهذا الدرس راح تكون تحضير ليومة الثلاثاء او ليومة الاربعاء حسب انتو باي شعبة. So راح نبلش في الدرس. فالتنين تايم اكسبريشنز راح نحكي عنهم. في طريقتين نعبر عن الوقت، ممكن نستخدم every زائد noun، أو ممكن نستخدم ال prepositional phrase. prepositional phrase أخذناهم قبل، بس هالمرة راح نركز بس على ال prepositional phrase اللي بيحكي عن الوقت. أوكي، فأول طريقة بنقدر نعبر عنه عن الوقت، بنقدر نستخدم every زائد noun، بس طبعا يعني noun يدل على وقت، يعني مثلا جزء من النهار، يوم، شهر، تمام؟ ف every معناتها كل، every. So for example نطلع على الأمثلة. I eat breakfast every morning. So متى باكل الفطور؟ every morning، كل صباح، تمام؟ So هون عنا ال every زائد noun ومع بعض بدلوا على الوقت اللي أنا باكل فيها الفطور. Over here we have my brother goes to the gym every Saturday. كل يوم سبت. Every Saturday. Sofyan watches TV every evening. My mother cooks lunch every afternoon. I visit my friends every month. So لازم يكونوا الكلمات month, afternoon, evening, Saturday, morning. لازم يكونوا كل الكلمات اللي بيجوا بعد every يكونوا noun. فهاي طريقة بنقدر نستخدمها على أساس ندل على الوقت، وإذا بيكون إشي مكرر يعني كل شهر، كل خميس، كل يوم سبت، كل صبح، كل مساء، فإشي وقت ما يكون مكرر نستخدم every ومع ال noun تبعها. هلأ هون بدنا نعمل practice، كل طالب بده يطلع على الجمل وبس يكملها عنه. So for example I study English every، بدك تحط مثلا يوم، بدك تحط شهر، بدك تحط week، بدك تحط evening, morning، فبدك تحط كلمات أساس تدل على كل وحدة. I use social media every. I see my grandparents every. I eat sweets every. I eat fish every. So هذا بس تدريب لإلكم، وكل طالب يعبيها حسب حياته أو حسب وقته. Okay, the next thing we're going to look at، الإشي الثاني اللي نطلع عليها اللي هما prepositional phrases، وكيف بدلوا على الوقت. هلأ في عنا ثلاثة prepositions راح نستخدمهم للوقت اللي هما at، in، وon. هدول الثلاثة اللي بدنا نركز عليهم. هلأ at بدنا نستخدمها مع time، مثلا at 8 o'clock، at 6 o'clock، at 9 o'clock، يعني أي وقت محدد، يعني بكون بعرف قديش الساعة، بستخدم time مع إيش؟ مع at. أو بقدر كمان أستخدمها مع ال weekend. For example I go to the park at the weekend. فبقدر أستخدمها مع time، مع وقت محدد، أو مع ال weekend. For example عنا they get up at 7 a.m. ليش استخدمنا at؟ لأنه عنا وقت، فوقت ما يكون عنا أي وقت دائما بنستخدم at. وعنا كمان هنا I go to the cafe at the weekend، ليش بنستخدم at؟ لأنه عنا weekend فبستخدم at. فهدول الحالتين اللي بنستخدم فيهم at اللي هم وقت، وقت محدد 8 o'clock 9 o'clock أي وقت، أو ال weekend اللي هو عطلة نهاية الأسبوع. هدول المرتين اللي بستخدم فيهم كلمة أو ال preposition حرف الجر at، تمام؟ The next one in. In نستخدمها مع part of the day. Part of the day أخذناهم أجزاء النهار، morning, evening, afternoon. Example I study in the morning. We have lunch in the afternoon. تمام؟ فهلا بس بدنا ننتبه لهون، مثلا زي weekend ما بحط مثلا at weekend، in morning، لازم احط قبله the عشان تكون صحيحة من ناحية قواعدية، من ناحية ال grammar.
فدائما بستخدم in morning, evening, afternoon أجزاء من اليوم بستخدم معهم in. بس بدنا ننتبه على واحدة من الأجزاء اللي هي night بالليل، نحكي دائما at night. هاي بتكون شاذة عن القاعدة، فبنستخدم at زائد night. بس بقية الأوقات parts of the day الأجزاء من النهار نستخدم in. أوكي، آخر واحدة عنا on. on نستخدمها زائد يوم. So إذا بحكي Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday، أي يوم بستخدم معها on. أو إذا بيكون عندي day زائد part of the day، مثلا بحكي Monday morning, Tuesday evening، يعني يوم مع جزء من النهار بستخدم معها on. So for example, I have English class on Sunday. ليش استخدمت on؟ لأنه عندي يوم اللي هي Sunday. I have math on Monday morning. ليش استخدمت on؟ لأنه عندنا day اللي هي Monday زائد part of the day جزء من النهار. فوقت ما يجي جزء من النهار part of the day مع اليوم بياخد on. بس وقت ما يجي part of the day لحاله morning afternoon بياخد in. Okay you guys, هون بدنا نعمل practice. بدكم تعملوا توقفوا الفيديو، بدكم لكل جملة تحطوا in, on أو at، تمام؟ حسب الشرح اللي عملناه قبل. فهلأ بدي إياكم توقفوا الفيديو، تقرأوا الجمل وتحطوا الثلاثة prepositions in, on or at بالجمل، وبعد ما تخلصوا بتقدروا تروحوا للسلايد الثاني. Okay, بدنا نطلع على الأجوبة. So, number one, Fatma goes to school on weekdays. ليش حطيت on؟ لأنه عندنا weekdays ومنها days اللي هي الأيام، ودائما مع الأيام بنحط on. هلأ في طلاب ممكن حطوها at وحكوا زي يعني تتعامل زي weekend. لا، weekend لحالها بتاخد at، بس weekdays لأنه فيها كلمة days أيام بتاخد on. Number two, Ali relaxes with friends in the evening. So, نستخدم in. Why? Because we have part of the day. Evening is part of the day. جزء من اليوم. Number three, Mona plays the guitar on Monday. Why do we use on? Because we have day. اللي هو Monday. Number four, Fahid goes to work at 8 a.m. Why do I use at? Because I have time. عندي وقت محدد اللي هو 8 a.m. بعدين هون عندي on Tuesdays. ليش استخدمت on؟ لأنه عندي كلمة Tuesday اللي هو يوم. Okay you guys, هلا بدي أفرجيكم إيش لازم نحضر من الكتاب اللي هما page 71 و page 72. Alright you guys, page 71. بس بنفس الوقت بنفس الطريقة اللي عملنا فيها البراكتس، بدكم تعبوا الجمل هون، استخدموا in, at or on، حروف الجر in, at or on. وهون كمان عندكم بالبوكس فوق عندكم الشرح، يعني نفس اللي شرحناه بالفيديو بالسلايدات، تمام؟ هون بدكم تجاوبوا الأسئلة عن حالكم باستخدام in, at or on. So, أو time expressions ممكن تستخدموا حتى every. For example, when do you do your homework? Every day, every night, on Monday, on Tuesday. Okay, فهاي أول شيء. ثاني شيء بدكم ترجعوا للقراءة number two. هون في عندكم أسئلة عن عبد الله، تمام؟ فبدكم تروحوا تجيبوا عنه المعلومات. What is Abdullah's surname? What university does Abdullah go to? What courses does he take? فبدكم ترجعوا على القراءة الثانية اللي عملناها عن عبد الله وبدكم تلاقوا عنه المعلومات. هلا آخر شيء بدكم تعملوه، يا أما بتسألوا حدا من زملائكم أو حدا بعائلتكم، بدكم تختاروا حدا تعملوا معاه مقابلة، تمام؟ بدكم تسألوا أسئلة. مثلا what do you do on Sunday, what classes do you take. إذا بتحبوا مثلا إنه يكون مع طالب
تقدروا يعني إنه حدا بعيلتكم يعني بدرس، أو ممكن يكون مع حدا بيشتغل، أو ممكن يكون مع زميلك بالجامعة يعني تتواصل معاه وتسأله هاي الأسئلة على أساس إيش. هون بدكم تحطوا إيش بيعمل بالمورنينج، أوكي، وعندكم الأيام، وهون بتقدر تحط الأوقات، هون عندكم afternoon، أوكي، وهون بتقدر كمان تحط الأوقات وعندكم الأيام، وهون عندكم شو بيعمل بالإيفنينج يعني إيش بيعمل بآخر النهار، وبتقدروا كمان تحطوا الأوقات وشو بيعمل. هلأ مش لازم تعبوا كل شيء، يعني مش كل مربع لازم تعبوها، بس بشكل عام يعني جدوله، مثلا شو الحصص اللي بياخدها، شو بيعمل بالصبح، شو بيعمل بالمساء، شو بيعمل بعد الظهر، تمام؟ فاختاروا حدا، يا من أصحابكم، يا إما من العيلة، يا أما حدا من زملائك في الجامعة بتحب تتواصل معه، وعبي هذا الجدول عنه، تمام؟ ما حدا يعبيه عن حاله، بدكم تعبوه عن حدا تاني، بدكم تسألوا شوية أسئلة وتعبوه عنه. Alright you guys، يعطيكم العافية، وإن شاء الله بنلتقي يا أما يوم الثلاثاء يا أما يوم الأربعاء.